يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هل في قوله سبحانه ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، هل فيها مستمسك لمن يرى خلود أهل الكبائر في النار؟ لا، هذا خلود مؤقت، الخلود طول المكر، الخلود طول المكر، قد يكون مؤبدا للكافر وقد يكون مؤقتا لغير الكافر. نعم. والأدلة الأخرى ما تؤخذ الآية دي وحدها، يجمع بينها وبين الأدلة الأخرى التي تدل على أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. لماذا نأخذ دليل ونخلي الدليل الآخر؟ نعم، هذا من الأخذ بالمتشابه ترك المحكم، هذه طريقة أهل الزيغ والعياذ بالله. نعم.